حنا من السكن ديال كاريان سنترال. حنا دابا الناس اللي لقيتو راه فئه قليله، راه كاين الضوب اللي على شحال من خطره الناس مساكن، كاين اللي كاري في الهراويين، كاين اللي عاطينو الناس فين يسكنوا، ما لاقينش باش يركبوا يجيو. اختي قهرونا بزاف، كيقول لك الملف مسدود، مستحيل ان ملف يتسد على الناس عندهم حق في الاستفاده. واش كان شي ملف كيتسد على الناس مساكنين ش عندهم استفادات ديالهم، عندهم لاكارطات ديالهم على كاريان سنترال؟ فين بغاونا نمشيو؟ عينا درنا مشينا دقينا العامل ما استقبلناش، الباشا ما استقبلناش، القايد ما استقبلناش، عينا بغينا حقنا، يديروا معانا حل، حيت هاد الولاد راه حنا شردناهم، حنا فين غنعيشوا؟ حنا ولاد البلاد. مغاربه الرسول عليه الصلاه والسلام كيقول لك عابري سبيل كضايفو، ما حساك ولاد الارض ولاد البلاد عشنا فيها، هاد الارض راه عند جدودنا فيها تاريخ، وعند بواتنا فيها تاريخ، ما يمكنش حنا عندنا تاريخ في هاد الارض ويجيو ينوضوك منها. ما بغاوش يعطيونا استفاده، يعطيونا بالارض فين نسكنوا، راه حنا عينا الناس سكنونا وبركونا، ولكن عياو، راه كاين اللي مسكنينها الناس وجاو ولادها من برا خرجتهم، كاين اللي سكنوها الناس عياو ما بقاش بغا يعطيوها، يديروا معنا حل. مادام الملف تسد اذا في خروقات، ما كيتسد الملف اذا كاينه خروقات، كل ما كانت خروقات ما غيتسدش الملف. غادي يهضروا مع الناس وبغينا غير حوار، حتى واحد ما بغى يتحاور معانا. حنا راه عندنا صله الوصل هي الصحافه، هي اللي كتوصل لينا الرساله ديالنا، كل ما كانتش الصحافه ورسالتنا ما غتوصلش. عينا عينا بزاف. واش والدينا عاشوا المسيره، عاشوا الاستعمار، وجدانا كانت مقاومه، كانت كتدخل مقاومين من هذا الباب وتخرجهم من الباب الاخر، وكان يدخل المستعمر ما كيلقى والو. واش هاد الناس ما عندهمش حق ان الاحفاد ديالهم ياخذوا حقهم؟ راه بزاف الناس مساكن عندهم عائلات مشردين، راكم الشو القليل القليل في الناس اللي الشو، راه الاكثريه ما جاوش ما عندهمش تقريبا راه 400 واحد، حنا 400 واحد اللي حنا بغينا، حنا كنطالبوا حوار وكنطالبوا تحقيق، كنطالبوا من الملك محمد السادس. وانا ماشي اول رساله كنوجهها، راه فايت وجهت رساله قبل مع العائله ديالي بوحدهم، كنطالبوه يحل لنا التحقيق ويجي. الا كان شي واحد في هاد الناس ما كيستحقش الاستفاده يديهم طوال علينا، حنا يحاكمونا باش ما بغاو، اما باش كيحاكموا فينا وحنا ما درنا والو، راه هذا هو الاعدام بعينيه. راه ملي كيوليو ولادنا خارجين للزنقه وكنوليو الشتا والشمس وكلشي كناكلو فيها العصا، راه هذا اعدام. واش حنا مغاربه ولا ماشي مغاربه؟ راه اللاجئين كياخذوا حقهم، راه اللاجئين وحنا مستقبلينهم، حنا كنستقبلوهم. ما حساك ولاد الارض ولاد البلاد، راه حنا عشنا فيها شي هاد الارض، راه حنا طالعه لنا المنافع بيها، راه حنا لعبنا فيها، راه حنا سمرمدنا فيها، راه حنا والدينا عاشوا فيها. راه اكثر دابا كان معنا واحد الراجل دائما كيجي معنا المظاهر تقريبا سيمانه باش مات، شكون اللي غيشوف لي حقه؟ شكون اللي غياخذ لي حقه؟ راه عينا راه عينا. الا كانت هذه بلاد الحق وبلاد ديمقراطيه يعطيونا حقنا. القايده كتقول لك انا ما كنتش، وحنا عادرينها ما كانتش حاضره كاريان سنترال. الباشا كنمشيو عنده، ملي كنمشيو عند الباشا قول لينا سيروا قلبوا على اللي ريب ليكم ونتبعوا هذا اللي يدير معنا تحقيق. جابوا لنا حنا بغينا مواجهه معاه باش نعرفوا، كيعرف العائلات واحد بواحد وكيعقل على بواحد بواحد، وعائله حيدار عارفها وعائله فلان عارفها وعائله فلان عارفها، راه هاد الناس كلهم مضرورين. واش هاد السيد هاد الراجل المسكين فين هو؟ هاد الراجل المسكين قاعد هذا كيجي يتحارب مع الناس هنايا. واش هاد الراجل المسكين راجل كبير، واش عندهم هذاك باقي عنده الصحه انه يجي مسكين يبرك معانا؟ راه عيب عيب. واش الباشا غيبغي بواه يتكرفس؟ واش القايد غيبغي بواه يجي يتكرفس؟ وانا كنوجه رساله ودائما كنقول لولاد الشعب الاحرار والشعب اللي كيبقى فيه خوه ضامنوا معانا، راه حنا ما خديناش حقنا، واللي متاكد باننا حنا ما كنكذبوش يوقف معانا. ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.